عاجبك فيها؟ النظام، انا في نظام على المدرسه اللي هناك. دي مشكلتك مع المدرسه اللي هناك؟ ما فيش نظام وما كانش فيه امن زي هنا بصراحه، يعني كان ممكن الناس في عيال بتهرب من الحصص تمشي، هنا في امن شويه وارتباط. وهنا ما فيش عيال بتهرب من الحصص؟ لا خالص خالص، ولا حد بينط من فوقه؟ لا. رحمه يا نهار ابيض يخرب عقلك. انت لقيتي رحمه؟ انت فاكراني؟ ايوه فاكراك. امتى؟ من 2014. كنا فين؟ كنا في المنشيه. كنت عايزه ايه وقتها؟ كنت عايزه ان انا اجي هنا طبعا. انت كم سنه؟ 13 سنه. 13؟ انا وقتها كان عندك 11 سنه. بس كنت قروبه، يعني قعدتي تتكلمي تقولي المشاكل. ايه المشاكل اللي عندك وقتها؟ المشاكل اللي كانت عندي وقتها اللي كانوا بيقولوا الصخره اللي هي وقعت، كانوا عايزين يودونا في اكتوبر وكده، فاكتوبر كانت صغيره قوي وما كانش اللي يعني ما كانش فيها معيشه اصلا. فاكره انت قلتي لي على الكاميرا يومها؟ فاكره قلت لك احنا عايزين نعيش. انت كده عايشه؟ اه طبعا، انت انا عايشه عشان ما كنتش احلم بيها. ما كنتش اتخيل ابدا في يوم من الايام اللي انا هاجي هنا، والاحترام اللي هم بيحترموهم لي الاساتذه كلها والله، والنادي وكده، وعايز اللي انا بقى اخرج ما اروحش هنا ولا هنا، اروح النادي على طول. الاستراحه بقى عاملين لنا برده حاجات حلوه قوي. بتلعبي رياضه في النادي؟ اه بلعب رياضه وكوره وكل حاجه. كوره؟ كره ايه؟ كره قدم؟ شاطره؟ كره السله. يوم الخميس بنروح النادي. النادي اللي هنا؟ اه. ايه رايك في النادي؟ كويس. بتلعب كوره كويس؟ اه. كلكم بتلعبوا كوره كويس؟ كلنا فريق اساسا، فريق واحد. من بينا هنا قوي، مفيش مشاكل زي هناك، والبيئه هنا احلى من هناك. هناك كان في حشرات وكان صخور وممكن تقع، كان في حاجات وحشه كتير هناك، هنا لا هنا احلى. بتتعلم ازاي تفضل تخلي المكان ده نظيف؟ بتحاول تخليه نظيف ولا بترمي الحاجه زي ما كنت؟ بحاول لو لقيت ورقه ولا لقيت حاجه بحطها في السله. ما حتى لما بلاقي طفل بيرمي ورقه بشيلها انا من تحت وبحطها في السله، مش انا لوحدي، انا وزمايلي كلهم. ليه بقى؟ عشان نخلي المكان نضيف زي ما هو، زي ما استلمناه نضيف نخليه نضيف، عشان ما نعيش في بيئه زي ما كنا، بيئه وحشه زي ما كنا عايشين. انا عايزه اسالكم سؤال يعني، بس ايه المنطقه دي؟ انتوا هناك كان في، طبعا انتوا عارفين كان في مخدرات صح ولا لا؟ اه ايوه كان في مخدرات، كان في كل حاجه، كان في، بس هنا ما فيش اي حاجه دلوقتي الحكومه وكله، انما هناك في الدويه ما كانش في حكومه اساسي. كل انواع الاسلحه البيضاء والاسلحه اللي هي الطبنجات وكل حاجه كنا بنشوفها قدام عينينا، كنا بنشوف كل انواع المخدرات. هنا لا، هنا في امن وامان. كناش اصلا نتخيل ان احنا نيجي هنا، احنا كنا ممكن طلعنا زي اللي كانوا هناك، كنا نتعلم منهم حاجات احنا اصلا ما كناش عايزين نتعلمها. فهنا انا بتمنى امنيه قوي ويعني واثقه فيها قوي اللي انا هطلعها بدل جيت هنا. دكتوره انا الاول ما كنتش بحب وطني عشان ما كانش عامل لي حاجه، كنتش بحب. احنا لازم نرحم بعض عشان ربنا يرحمنا.
في 2008 كنت المذيع الوحيد اللي طلع، كنا في رمضان اللي طلع الدويقة ومنشية ناصر لما الحجر وقع على الناس، وانا هناك كنت امنية الحقيقية يعني انه الناس دي يعني عمري ما تخيلت انه في يوم هيبقوا في بيت وعمارة خالص خالص. طبعا اللي هيبتدي يقول لك ايه، يقول لك يا محفظي، لا العيال دي صعب تحفظهم الكلام بالشكل ده. كلموك على كانوا في مجتمع فيه مخدرات وفيه كل حاجه وفيه سلاح ابيض، لو الاسمرات دي ايه يعني، هتقول لي شايف الفصل الناس فيه، انت ما تعرفش منشيه ناصر كانت عامله ازاي، انت ما شفتش وانا ماشي فوق الجثث، انا كنت ماشي فوق جثث، انا كنت بدوس على جثث، انا كنت هناك، انت ما كنتش هناك، انا كنت هناك يوميها في رمضان، وكان معايا ممدوح حمزه كان راجع من المطار، كنا هناك، وكان العمارات اربع ادوار تحتيه ناس ميته، كنت بدوس على جثث، وعمر ما حد فكر ينقلهم، ودينا الجندي راحت، وكنا المنشية ناصر ديت اما كان يجي اي مراسل اجنبي او حد لسه نازل مصر اوراق تعينه ايه، روح منشية ناصر ويقعد يقول لهم this is the حجر، the حجر will fall on the people، ولما يفول on the people people die، فالناس يبعتوا له بره برافو ايه ده مصريين، قال لهم yes هنا الحجر يقع عليهم مرتو دي داي يموتوا خالص، اي واحد اي مراسل اجنبي جاي سي ان ان بتاع مش عارف ايه، اول حاجه عشوائيات فين، تروح واخده من ايده تعالى خواجه نوديك منشيه ناصر، كم خواجه راحوا الاسمرات، مفيش بقى، ما خلاص ما هو انشيه ناصر باظت، لسه طبعا باقي فيها شويه انما بتتقفل وبتخلص، وعلى فكره جزء كبير من الشغل ده شغل المحافظ اللي كان موجود قبل كده جلال السعيد على فكرة، يعني هو اللي اشتغل على الموضوع ده بشكل جيد، انه العشوائيات تتنقل، والله العظيم حاجة تف يعني زي ما بقول لكم هي بلد وضعها زي الزفت، بس وسط الزفت ده ترى اشياء تسعدك، البنت اللي مسكت دينا دي هي نفس البنت اللي كانت موجودة، وقالت لها انا عايز اموت، قالت لها انا عايز اموت، النهاردة الواد ده انتوا كنتوا بتربوا دواعش، يعني اللي كانوا قاعدين هم كانوا حاجه من اتنين، يا تجار مخدرات يا دواعش، دول فيهم امل انه يتخرجوا من تجاره انجلش، يعني طبعا مش هيشتغلوا في الاخر، يعني هيخشوا جامعه ومش هيشتغلوا ومش هيتعلموا تعليم كويس، بس بقى شايفين كانت عامله ازاي؟ شايفين دي منشيه ناصر كانت عامله ازاي؟ انت كنت في حلب، حلب، وطبعا دي اللي كان بيخش لها، والعيال عارفه الكلمه، قال لك ما كانش فيها حكومه، يعني ايه؟ يعني ما خش اي ارهابي اي بتاع اي حد يقرا منك. طبعا هو مش اعظم شيء في الدنيا الاسمراء، يعني مش مثلا مش حطيتهم بقى البول بتاعهم والساونا لا، بس بقوا بني ادمين، ابتدى الحد الادنى من البني ادميه ان تكون انسان، ان تبدا بكونك انسان. الانسانيه ديت بدات، دي اولى مبادئ الانسانيه. طبعا هيحافظوا عليها مش هيحافظوا عليها مش ده موضوع تاني، انما كحد ادنى لا يا بابا، لا انت ما شفتش الدوية ولا منشية ناصر، انت ما تعرفش دي يعني ايه، ما تعرفش دي يعني ايه، او اللي كانت في اسكندرية بتاعت العنب حاجة غير طبيعية، انا كل ده شفته كل ده نزلته، لان هو الكورس الاولاني ايه، روح لعشوائيات اذهب تعالى خواجه ادي العشوائيات تصور يا لهوي والمقابر المصريين عشان يا لهوي انتوا عايشين في المقابر ياي مش عارف ايه وبتاع وحاجات كده، انما شيء ينور في وسط الضلمه، دول طبعا لا ليهم دعوه لا بدولار ولا بسعر جمركي ولا حسابي، دول كل اللي عايزينه كانوا يقبوا على وش الدنيا انه يقول زرع وحصد حتى لو ما علمهمش، الواد من دول
بيروح المدرسة ياخد الوجبة الجافة حتة جبنة نستون بالنون زي ما بيقولوها كده ولقمة فينو صغيرة وياكلها ويرجع لأمه في البيت ويحس إن في شيء عظيم حصل في حياته. قال لك الواد قال كلمة بطلنا نقولها، قال لك الوطن. وطن؟ آخر مرة حد قال الوطن إمتى؟ في مصر بجد بجد، غير الأغاني طبعا والفيس والتويتر والحاجات دي. وطن، قال لك أنا أول مرة أحب الوطن. وطن، كلمة دي أنا سمعتها قبل كده، الوطن. طيب النهاردة عندنا حلقة جميلة جدا، الفقرة القادمة هتكون معانا اسألوا رجاء، وعندنا النهاردة مشكلة دمها خفيف جدا ولطيفة جدا وكل حاجة. بعد رجاء عندنا شيء عظيم، عندنا اللي حصل في مؤتمر الشباب اللي فات، الناس اللي اتكرمت ديت اللي تم تكريمها، نماذج من الشباب الناجح وسط الدولار والميكروباز وبتاعه والحاجات دي، شباب عنده 24 سنة. في شاب من اللي عندنا النهاردة جون مجدي سامي عنده 24 سنة، عامل نظرية عن أصل الكون، على الانفجار الكبير. يعني طبعا ما تضايقوش نفسكم، موضوع يعني طويل، يعني هو الراجل عامل الكون ابتدى ازاي، وعايز معمل نووي في مصر علشان يكمل ابحاثه، عنده 24 سنة. الناس اللي تم تكريمهم معانا، مايسترو من المايستروات اللي بقى بيشتغل في ايطاليا بلد المايستروز، وهيكون معانا فرقة مكسرة الدنيا الشباب كلهم بيحبوها، نماذج شبابية بلاك تيمة. ادي الشباب اللي تم تكريمهم. انا مش جايبهم النهاردة عشان نتكلم على مؤتمر الشباب وانجازات مؤتمر، لا 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 لا، انا عايز اديك نماذج ان وسط الازمة ممكن تطلع وردة، وسط الازمة ممكن تطلع وردة. وعلى فكرة مصر طول عمرها كده، ازمات جواها ورد. هو يعني في العهد الناصري اللي صلاح جاهين وعبد الحليم وبليغ حمدي وعبد الرحمن الابنودي وصلاح عبد الصبور واحمد عبد المعطي حجازي ويوسف ادريس وتوفيق الحكيم وزكي نجيب محمود ونجيب محفوظ، كل دول كانوا طالعين في سويسرا، كانوا طالعين في ازمه، كانوا طالعين في نكسه، كانوا طالعين في دوله الدنيا كلها كانت يعني متربعه على دماغها. فالنهارده انا بوري لحضراتكم نماذج لشباب نجح وسط الأزمة. ادي بلاك تيمة ازاي ابتدوا من الصفر، ازاي ما حدش كان يعرفه، الى انه يوصل انه يغني قدام رئيس الجمهورية. على فكرة بره اللي بيغني قدام رئيس الجمهورية ده يعني بيكون وصل لمرحلة كبيرة. الناس دول مترشحين للجوائز في الميوزك اوورد العالمية، الهيب هوب والغنى بتاعهم ثورة جديدة في الغنى. تكبر كن ممتلف معاك كفور مصر ونجعها بالربابة، هو يغني سيرة الأبطال أبو زيد والزناتي وعنطر، حتى جي اليوم وانطلب للجيش رح يوميها ويا شبان البلد عالجيها دي، كلهم راحوا وعبروا وبعدها رجعوا إلا هو راح مجاش، وانتظرت كتير على شط القناة قلت لازم يوم هيرجع، لحد في يوم ما شفته من بعيد جاي مغبر صحت أكبر الله أكبر. بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلاد حلوة.
حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد الصبرة بلادي. ولا على الرغابة بغني مملوك شهير إني أغني تعيش يا مصر يا مصر. وانا على الرباب بغني مملوك شرير غنوه امل للجنود امل للنصر ليك يا مصر وليك يا مصر وليك يا مصر حلوه بلاد السمره بلاد الحره بلاد الصبره بلاد حلوه بلاد السمره وردة وبارك حمدي بيغنوها تاني بلاك تيما دلوقتي وانا على الربابة بغني. كانت اغنية العبور يا شباب يا اللي ما كنتوش موجودين دي الحاجات دي اتكتبت في الاستديوهات وقت العبور. شباب ناجح شباب مثل اعلى بيقدر ان وسط الازمة تطلع وردة. يعني النهاردة هيكون عندنا جون مجدي هيكون عندنا حسام شحاتة واحد من اللي كرموا واحد من عازفي كمان والمايستروز الكبار اللي موجودين برا وبلاك تيما هيكونوا معانا. كل دي نماذج انا عايز تشوف نموذج انه ممكن. انا في صوره يا ريت هل الصوره يا جماعه اللي انا بعتها لكم موجوده بتاعت البنت اللي في الشارع اهو. الصوره دي مصر الصوره دي تلخص مصر. ناس شغاله وتعبانه وطفحانه الكوته وناس قاعدة على القهوة. ادي شابة مصرية بتجر العربية وعيال قاعدة على القهوة بتشرب شيشة وتلعب على الموبايل. ده الفرق بين شاب وشاب. ده الشاب ده الفرق بين مصري ومصرية. تسلم ايدك يا بنتي ويسلم اللي رباكي ويسلموا اللي انت بتجري عليهم. وانت انت قاعد بتعمل ايه مستني ايه مستني هيعينونا في مجلس الرؤى. انا مستني يشغلوني في وزارة الكهرباء. انا مستني يشغلوني في وزارة البترول. والبنت دي اللي بتجر حاجة ضعف وزنها مستنية ايه؟ مستنية الرزق نازلة تسعة على عيال وامهات. انا معرفش انما اللي يعمل ده نازل يصرف على عيلة اللي تنزل كده وتتعب التعب دي وتشقى الشعة دي. هي دي صورة مصر. ناس شقيانة وناس كتيانة. ناس شقيانة وناس كتيانة. ناس بتاكل عيش حلال وبتتعب وبتجيب اللقمة من الأرض من الـ من الـ من التراب. وناس ولا هي هنا ولا حاسة. البلد وضعها صعب. مفيش تشغيل. مفيش. بس عندك برضو شباب بصراحة ولا هو هنا قاعد فلوسه في جيبه العلبة مارلبورو الموبايل بتاعه المش عارف ايه البتاع مش حاسس بالدنيا. في ناس بتكافح. في النهاردة انا بوري حضراتكم شباب بيشتغل شباب نجوم شباب بيعملوا حاجة شباب 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 يعني. فدول النهاردة هيكونوا ضيوفنا. الصورة دي الصورة دي حطها قدامك. انزل جر عربية انزل اشتغل اي حاجة. كل عيش كل لقمة حلال. كلنا ابتدينا كده كلنا ابتدينا كده كلنا ابتدينا كده. يعني انا مش عايز اتكلم بس عمرنا ما كنا اغنياء. ما اتولدناش في بقنا معلقة ذهب خالص خالص ومش حاجة. بس انا بكلمك على البنت دي. هي البنت دي دي مصر. هي دي مصر. ناس شقيانة وناس كتيانة. رجاء النهارده في شابه يوم الاربعاء اللي فات قابلتها. ازيك يا اونكل؟ قلت لها ازيك يا حبيبتي؟ اهلا روح اونكل. انا طبعا دلوقتي بقيت اونكل. انا 53 سنه فاي شاب عندها 25 سنه انا ببقى اونكل. ازيك يا اونكل؟ قالت لي. قلت لها اهلا حبيبتي. قالت لي الا المشاكل اللي عندكم عند مدام رجاء دي حقيقي ولا فاكس؟ قلت لها لا حقيقي مش فاكس. تعرفين اللغه بتاعت الشباب فاكس وهارش والحاجات اللطيفه دي. قلت لها لا يا حبيبتي اغلبها حقيقي يعني من الحياه يعني. قالت طبعا عندك ليك عندي ليك مشكله. قلت لها اتفضلي حضرتك. قالت لي انا في واحد متقدم لي رحت انا وماما
نزور مامتهم في البيت واهلهم في البيت وكده، وشفته هو الولد يجنن اخر ثلاث حاجات. قلت لها يجنن؟ قالت لي شكله حلو ولطيف وكل حاجه وبتاع، بس في عيب. قلت لها خير؟ تخين؟ قالت لي لا. قلت لها اقرا؟ قالت لي لا. قلت لها ايه؟ قالت لي بلدي قوي، بلدي بلدي بلدي. انت عارف انا ايوسين يا انكل، انا انكل، انا في الاي سي يعني. انا قلت له هو خريج ايه؟ قالت لي بيقول هندسه القاهره. قالت لي بس قال كلمتين بصراحه وانا قاعد ضايقوني جدا. قلت لها قال ايه؟ قال لها ياما، ده واحد قال ياما، بيقول ياما، ما بيقولش يا مامي ولا بيقول يا ماما، ياما. صبي الشاي، صبي الشاي. قلت لها طب صبي؟ قالت لي لا صبي. قالت لي وبعدين اخته جت كانت لابسه فستان شيك، قال لها اتضيري. ثلاث كلمات يا انكل مضايقني، بس الواد تحفه، بس بصراحه انا ما اقدرش اعيش واحد بيقول لي اتضيري ولا صبي ولا يما. انا طبعا قلت لها روح انكل، تعالوا على، انا متخيلين ان انا على الهوا بتجاوز، بس انا بره الهوا ببقى لطيف يعني. المهم بحيي طبعا دايما مستمعينا على نغم اف ام، دايما اللي بيسمعونا جمهور ومشاهدين. الجميل في البرنامج ده انك تقدر تسمعه على الراديو، وممكن تتفرج عليه في التلفزيون، وممكن تتفرج عليه على اللايف ستريم، وممكن تبقى قاعد معانا على الفيسبوك، وتقدر تبقى بطرق كتيره جدا يعني. حصار بصراحه البرنامج ده، حصار حقيقي يعني. فانا السؤال دلوقتي، حضرتك تنصحوها بايه؟ هي من طبقه معينه، هي في الاي يو سي، وهي بتتحدث الانجليزيه يعني زي العصفوره كده يعني، الجامعه الامريكيه حاجه يعني سقف سقف، وهو الواد خريج هندسه القاهره شغال في المقاولين العرب وحاجات كده. قلت لها طيب، ولما قعدتوا على الغدا قالت لي في حاجتين ضايقوني. قلت لها ايه؟ قالت لي بياكل بايده. قلت لها بياكل بايده. قالت لي وبياكل الرز بالمعلقه. قلت لها ويا روح طنط، انتوا بتاكلوا الرز بايه؟ قالت لي يا انكل الرز بالشوكه طول عمره، ده بياكلوا بالمعلقه. قلت لها انا باكله بالمغرفه. طبقتين وعالمين مختلفين يقدروا يعيشوا سوا؟ ده السؤال. على فكره هي معذوره البنت، البنت بياكلوا الرز بالشوكه، هو الولد بيقول اتضيري وبيقول صبي وبيقول يا أمه. قالت لي وحاجه كمان. قلت لها ايه؟ قالت لي وهو بياكل بشوف الاكل في بقه. قلت لها ياي، يعني بيبقاش قافل بقه؟ قالت لي لا. قلت لها لا 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 ستري مال كونسونسي سونساس، صعب جدا. هي البنت معذوره، هي من طبقه وهو من طبقه، بس هو السؤال، هي قالت لي انا ممكن اخده وانجره شويه يعني تشتغل عليه. هو واضح ان الواد برضو عينها منه، واضح انه ايه كسيب وكويس وراكب عربيه حلوه، مش الشباب اللي بيشتغل يعني وبيتعب. عيل كسيب، في عيال في مصر على فكره كسيبه وبتشتغل وتعجبك قوي يعني، واد تمام تمام. فهل هو سؤال على مرحلتين؟ السؤال الاول ينفع طبقتين او ثقافتين يتجوزوا بعض؟ ده بيبقى جواز ناجح. نمره اتنين، هل حد ممكن يتغير؟ يعني انت ممكن تاخدي راجل كان بيقول اتضيري او صبيلي او ياما، يقول ماما ماما مامير مامي بابي، غني تركي يا لوسي كده يعني، يعني ممكن تنعميه كده وتلطفيه، ولا اتضيري هيفضل اتضيري؟ ده السؤال اللي موجود النهارده مدام رجال فقره قادمه، وبعد كده شباب زي الورد
حلقة دمها خفيف ولطيفة عشان نخفف عنكم شوية وطئة الدولار والفوائد والبتاع والحاجات دي وطررم. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا. كرم المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة ميت شاب خلال الملتقى الأول لتشجيع الصناعات الصغيرة بهدف تشجيع الشباب على زيادة الناتج المحلي وزيادة الصادرات. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نشجع ريادة الأعمال، نشجع ان الشباب يطلع بالفكرة ويحاول ينفذها وبعدين احنا بنساعده عشان يكبر. لو عملنا كده هندي على البطالة، وكل مشروع كبير بيبدأ بفكرة صغيرة. عشان كده انا جبت حد من رجال الأعمال اللي هيتولى مجموعة منهم بحيث يقدر يكبر البزنس بتاعهم، واتمنى من كل رجال الأعمال تخش في هذه المبادرة. تضمن الملتقى عرض مبسط عن المشروعات والأفكار الاستثمارية والابتكارية للشباب. المشروع بتاعنا اسمه سولار تراب، وده عبارة عن مصيدة شغالة بالطاقة الشمسية لمكافحة الحشرات كطريقة تكنولوجية جديدة بنستخدم فيها الأساليب المكافحة الحيوية لمكافحة الحشرات، بحيث ان احنا نقلل من استخدام المبيدات وبالتالي نطلع بإنتاج نقي صحي almost organic. مصيدة بتاعتنا قابلية الاستخدام بتاعها ممكن نستخدمها في الأراضي الزراعية لمكافحة الحشرات، وفي نفس الوقت احنا ممكن نستخدمها تحت مسمى مكافحة الحشرات الناقرة للأمراض والأوبئة. هو موبايل ابلكيشن اسمه المهندس، دوت بيعمل حصر كميات وحساب تكلفه للمشاريع الهندسيه بس بمدخلات بسيطه يفهمها المهندس وغير المهندس. انا شغال عليه بقالي سنه، عن نزلت نسختين تجريبيتين، عدد مستخدميني دلوقتي 7000 مستخدم على مستوى الوطن العربي. هو تطبيق على الموبايل، لو انت عندك قطعه ارض ببساطه جدا، لو انت عندك قطعه ارض عاوز تبنيها بتدخله مساحه قطعه الارض وعدد الادوار اللي انت عاوز تبنيها، يطلع لك كميه الحديد والرمل والزلط والاسمنت وحساب تكلفه ليهم ابديت لسعر السوق، بالاضافه تقول له كم عندك غرفه داخليه، ديك التشطيبات الداخليه طوب محاره سيراميك سباكه دهانات ومعجون واسعارها ابديت لسعر السوق. في نفس الوقت بيديك اقرب مكان ليك وافضل مكان ليك تشتري منه المواد دي والفرق ما بين المواد، بحيث ان انت اصلا بعيد عن المجال عشان ما تعرضش على عمليه نصب او احتيال من مقاولين، وانت اكيد الشعب المصري كتير ما بيروحش لمهندسين، فعشان كده سبب تسميته ان يبقى المهندس عشان يبقى انجينير ان يور بوكيت. المشروع بتاعي ده عباره عن مزرعه في 6 اكتوبر، نصها شغال بالطاقه الشمسيه، الناس بتيجي تقضي يوم فيها في بيت بطريقه حسن فتحي، تيجي بقى تزرع، تلعب في البوتري، تتعلم طاقه شمسيه. بنستقبل كمان رحلات مدارس عشان ندربهم، بيتدربوا بطريقة لطيفة ان هم بيعملوا بايديهم، مش بنقعد نتكلم مع الاطفال كتير، فالولاد بيجوا يشوفوا السخانات الشمسية الحقيقية ويبتدوا يعملوا الحسابات على اللعب بتاعتنا اللي بتدربهم وبتعلمهم يعني ايه طاقة شمسية. بطريقة غير مباشرة بنقول لهم ازاي يحافظوا على البيئه، ازاي يقعدوا في بيت اخضر، اقل حاجه موجوده، الاضاءه بسيطه جدا، ما بيحتاجوش تكييف ولا مروحه ولا حاجه، بيقعدين مبسوطين. كان عندنا مشكله في انتاج القصب، السفير القصب او قش القصب اللي بيفضل في الارض الزراعيه، جميع المزارعين بتحاول تتخلص منه عن طريق الحرق. كان بيسبب عندنا زي سحابه سودا بالظبط اللي كانت موجوده في قش الرز بتاعت الدلتا. عن طريق التواصل مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر قدرنا ان احنا نوجد حل للمشكله ديت، اعاده تدوير مخلفات القصب. احنا عندنا مشروع استصلاح الاراضي الزراعيه في الرزيجات والطود، الاراضي الصحراويه اللي موجوده عندنا، انتجنا سماد عضوي حاليا 300 طن سماد عضوي اتباعوا السنه دي، استصلاح اراضي زراعيه منهم القرعيات اللي هو قرع العسل والطماطم الخضروات والخيار، وانتجنا الكمبوست دوت غني بالكالسيوم والفوسفور والمعادن الناقصه في التربه الزراعيه. هي فكره ترشيد الميه في البيوت من خلال تغيير الطريقه اللي انا بستخدم بيها خلاطات الميه. احنا بنفتح الميه بايدينا وده بيهدر 50% من استهلاك الميه، فاحنا عملنا بروتايب لفولف بيتركب على الحنفيات الموجوده حاليا، رخيص كل ناس تقدر تشتريه، يشتغل بالرجل بحيث افتح وقف الميه من خلال الرجل، وده بيوفر 50% من استهلاك الميه، وليه فائده صحيه ان لو في الاماكن العامه بستخدمته هيقلل نقل العدوى من خلال الحنفيات او خلاطات الميه في الاماكن العامه بنسبه 30%، لان مفيش اي اتصال مباشر مع الحنفيه مباشره. هدف الملتقى تشجيع الافكار الشابه للمساهمه في الناتج القومي وخلق فرص عمل جديده. محمد علي، كل يوم اون اي.